السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. في هذه الفقرة، طبعا الفقرة الأولى، مع ضيفي كريم عزيز الكابتن أحمد عودة. بس قبل ما أبدأ الحديث معه، نهنئ القطبين الكبيرين، الناديين الكبيرين، نادي الأهلي المصري بعد تخطيه عقبة نادي الوداد المغربي، ونهنئ أيضا نادي الزمالك المصري بعد فوزه على نادي الرجاء. والحمد لله رب العالمين، شبه حاسمة بإذن الله، النهائي خالص بنسبة 100% بإذن الله تعالى إن شاء الله، لأن كده يعني نقوله قطعنا 75% من مشوار البطولة الأهم. طبعا معي الكابتن أحمد عويضة، نجم نادي الكروم السابق والاتحاد السكندري، وله باع في التدريب الرياضي، والمستشار الفني بنادي الزرق الرياضي، وطبعا صاحب أكاديمية الموهوبين بمدينة الإسكندرية. أهلا وسهلا كابتن أحمد. أهلا وسهلا كابتن، منورنا كابتن. ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ وحشني كتير والله. الله يخليك كابتن أحمد. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. في البداية كابتن أحمد، عايز أتكلم على الناديين الكبيرين بعد تخطيهما عقبة أندية المغرب. والله هو أول حاجة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الأهلي ونادي الزمالك. تمام. كنا نتمنى من أول البطولة اللي هم يلاقوا بعضهم يعني في النهاية، إن هم يلعبوا نهائي أفريقيا. عشان فعلاً الشعب المصري محتاج يفرح يعني. تمام. أفريقيا بقى لها كتير غايبة عننا. والحمد لله رب العالمين اللي الأهلي والزمالك بإذن الله هيبقوا في النهائي. بإذن الله. إن شاء الله. طبعا أصحاب التوقعات الصحيحة لبرنامج ملاعب بلدنا، طبعا هنبدأ مباراة الزمالك ونادي الرجاء. أصحاب التوقعات الصحيحة، الناس اللي توقعت نتيجة المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف، منهم طبعا بعض الأشخاص أو المدربين طبعا توقعهم بن شرقي صاحب هدف الفوز، علي محمود، إسلام عبد العزيز، أيمن عبدين، مراد النجار، عبد محمد، مروى أحمد، حمودة شعبان ده اللي توقع بن شرقي صاحب هدف الفوز في المباراة، ومحمد سامي صلاح، وماجد الملكي، ومصطفى توفيق، ومحمد أشرف، ووائل الدمرداش، وخالد ربيع زيدان، وخالد علي، ومحمد حمص، وأحمد عادل، وأحمد سعيد، وعادل عزب. ده طبعا أصحاب التوقعات الصحيحة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي. أما النادي الأهلي، أصحاب التوقعات الصحيحة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، كان طبعا الأشخاص طبعا اللي توقعهم النتيجة الصحيحة أحمد الله، ومحمد فرج دهيم، وأحمد حلمي، ومحمد شبانة، وكابتن سعيد زايد، ومحمود كاستيلو، وجمال الشاذلي صاحب التوقع الصحيح، ومحمد أنور، وأشرف عبد العظيم، وعمر العراقي، ومحمود طه، ومحمد عبد الرازق، وهاني هاني، وإسلام محمد، ومحمد سامي صالح، وأحمد جمعة، ويوسف همسة، ومحمد يماني، وحسن سمارة، وأحمد سمارة، أحمد سمارة، ومحمود المهدي، وخالد فؤاد، وأحمد الهجاري، ومروى أحمد، وأحمد الشهد، وكريم العربي. طبعا دوت أصحاب التوقعات الصحيحة، طبعا ذكرنا أسمائهم. الكابتن أحمد طبعا صاحب التوقع الصحيح اللي انضم معنا في الفقرة الأولى. كابتن أحمد، مباراة الزمالك والرجاء عايزين نبدأ بيها، لأن مباراة كانت تقيلة شوية. الرجاء بطل الدوري المغربي، ولكن احنا عدينا عقبة كبيرة، لأن أندية المغرب بالأخص يعني بتغلس على أندية مصر، ولكن الحمد لله رب العالمين بقالنا فترة كبيرة ما كسبناش ماتشين في ظروف زي ديت، أهلي وزمالك تاني يوم على طول نكسب بنتيجة إيجابية هنا، ونكسب بنتيجة إيجابية في المباراة الثانية. فإيه رأيك في مباراة الزمالك والرجاء؟ والله مباراة الزمالك والرجاء مباراة يعني قوية جدا، وبالذات كان على ملعب المغرب، فالحمد لله رب العالمين الزمالك كان موفق بإذن الله يعني. تمام. والحمد لله اللي هو فاز يعني. الحمد لله. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. طب مبروك لكافه الزملكاويه طبعا بفوز غالي وفوز عزيز على نادي الرجاء المغربي. مباراه الاهلي والوداد، بالرغم ان الوداد مش في حالته الطبيعيه، ولكن الاهلي تفوق
على نفسه وعلى فريق الوداد وتمكن بالفوز والصعود ان شاء الله بنسبه بإذن الله. 90% بإذن الله. ان شاء الله هيكسب هنا في القاهره كمان والزمالك هيكسب ويبقى النهائي خالص ان شاء الله ونهائي يليق بالقاره الافريقيه ويليق بمصر ان شاء الله. طبعا مباراه الاهلي كانت في غايه الاهميه جميله جدا وطبعا قضوا مباراه يعني جميله تمام والنادي الاهلي كان يستحق الفوز اللي فازوا تمام ونقول مبروك للنادي الاهلي ومبروك لنادي الزمالك وباذن الله يكونوا في النهائي مع بعضهم وباذن الله النهائي يكون مصراوي ان شاء الله ويفرح كل جمهور مصر. بس توقعاتك بسم الله ما شاء الله يعني جيده هنا وهنا بسم الله الحمد ما شاء الله. الحمد لله. كابتن احمد عايزين بقى نتكلم عن أكاديمية الموهوبين بمدينة الإسكندرية وإفراز الموهوبين لبعض الأندية الكبيرة. قول لي دور هذه الأكاديمية ومن الراعي على هذه الأكاديمية الكبيرة وعدد اللاعبين المتواجدين حاليا في هذه الأكاديمية. والله عندنا في إسكندرية تمام. طبعا على مستوى الجمهورية نشأت في مجال الرياضة تمام. من صغر سني لعبت كرة قدم السنوات الماضيه اللي فاتت ديت لقينا شيء غريب حصل في مجال الرياضه تمام اللي هو ايه حضرتك اتفضل اللي هو يعني لازم اللاعب اهله تكون مرتاحه ماديا تمام عشان يلعب في نادي كبير تمام طبعا انا ضد الامر ده فسعيت كتير لرجال اعمال. طب لو المستوى كابتن احمد جيد الواد مش هيتم قبوله ما لسه اقول لحضرتك اتفضل يتم قبوله في حالة الكشاف والنهارده ما فيش كشاف النهارده الأندية الكبيرة عايزة اللاعب الجاهز تمام تمام واللاعب الموهبة واللاعب الموهبة تمام النهارده أنت حضرتك بتتكلم في لاعب كورة لاعب كورة دوت إحنا طول عمرنا متعلمين اللي لعيب الكورة ده بنسبة 99% فقير تمام يبقى أنت سيادتك لما تيجي مثلا تكشف موهبة بتروح بتعمل أكاديمية ب 150 جنيه أو 200 جنيه في الشهر تمام. دي أقل حاجة تمام؟ تمام. طب انت ازاي سيادتك يا فندم عملت لي ب 150 جنيه وب 200 جنيه وهيجي لك لعيب الكوره؟ تمام. طبعا استحاله لان لعيب الكوره ده انت بتجيبه من الادغال يعني من المناطق العشوائيه من المناطق الشعبيه. تمام. اللعيبه الكبيره اللي لعبت منتخب مصر واللي لعبت في احسن الانديه على مستوى العالم طالعه من مناطق ريفيه ومن مناطق شعبيه ومن مناطق يعني الامور فيها بسيطه. تمام يا كابتن. فكنت انا بتكلم اللي انا عايز يعني اعمل اكاديميه. طيب هنطلع لفاصل سريعا ونرجع للكابتن احمد عويضه المدير الفني لاكاديميه الموهوبين بمدينه الاسكندريه. ورجعنا لكم تاني ناسف على العطل الفني الغير مقصود كنا نستأنف الحديث مع الكابتن احمد عويضه المدير الفني لاكاديميه الموهوبين بمدينه الاسكندريه. كابتن احمد عايزين نتكلم عن اكاديميه الموهوبين الخاصة بمدينة الإسكندرية وإفراز بعض اللاعبين الجيدين وطبعا العدد الكثير في الأكاديمية والمورد الرئيسي لأن سمعنا أن الأكاديمية مجانا بدون مقابل مجانا أيوة فعلا بدون أي مقابل. طب عايزين نتكلم بقى عن هذه الأكاديمية اللي هي فريدة من نوعها أكاديمية تضم اللاعبين على ملاعب جيدة وفي نفس الوقت مجانا بدون أي مقابل يتحصل من اللاعب. والله يا كابتن احمد احنا كنا بنتكلموا في جزئيه الاكاديميه وازاي احنا حضرتك عملنا يعني فكره الاكاديميه ديت اللي هي مجانا لعيب الكوره هنرجع برضو لمرجوعنا تاني اللي احنا بنقوله لعيب الكوره المحترف اللي هو يعتبر من احسن لعيبه العالم تمام طالع من منطقه عشوائيه تمام هنرجع تاني نظام الاكاديميه حضرتك يا فندم ليه مجانا النهارده لاعب الكوره بيبقى من منطقه عشوائيه تمام طيب سيادتك هو او طبقه مثلا طبقه متوسطه طبقه بسيطه تمام او تمام؟ بسيطه طب سيادتك كابتن احمد لو انا جيت عملت مثلا اكاديميه ب 150 جنيه او ب 200 جنيه اللي هو دلوقتي داير على المستوى على مستوى مصر بالذات اللي انت معاك احمد الصور الجميله الاستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين بمدينه الاسكندريه طبعا وراعي الرياضيين شخصيه جميله الاستاذ عبد الحليم علام ده نقيب محامي اسكندريه تمام السعيد الحر
طبعا له كل التحيه والتقدير دوت، يعني اعتبر مخليني هو يعني هو السبب اللي مخلينا قاعد قدام منك، يعني شخصية جميلة في طبعا، مجال الرياضه زق ورا مني كتير الاستاذ عبد الحليم علام، ده حاجه الشخصيات علامه المحترمة طبعا، علامه جامده جدا في اسكندريه. المرحوم دوت الحاج رفعت حماد الحاج رفعت حماد الله يرحمه، راعي برضو الموهوبين الله برضو يرحمه، لمدينة اسكندرية، الله يرحمه، الأستاذة سامية طاهر الاستاذه ساميه الأم طاهر، المثالية على مستوى الجمهورية الام المثاليه على لمدينة مستوى اسكندرية، الجمهوريه، لها كل التحيه والتقدير. من الشخصيات المحترمة، نقيب المحامين النقيب طبعا، النقيب المحامين، بتاعنا دوت بقى يعني نقيب نقيب مصر الاسكندرية كلها، نقيب اسكندريه، ده السعيد الحر، ده استاذ راعي عبد الحليم علام، ده راعي الرياضيين. لا الاستاذ عبد الحليم علام ما شاء الله يعني. كابتن احمد، ما زلنا مع اكاديميه الموهوبين بمدينه الاسكندريه، بابرز اللاعبين والمواليد المتواجده في الاكاديميه والمدربين، هل مؤهلين ومدربين معتمدين، والاجر او بتاع المدرب يعني ما فيش مقابل، المورد الرئيسي من ادوات لايجارات ملاعب لاجور مدربين او مرتبات مدربين، ما هو حضرتك يا فندم، الهيكل ماشي حضرتك يا ازاي؟ كابتن احمد، بس ثانيه اتفضل واحده بس من الوقت، اتفضل. احنا لما جينا فكرنا في الكوره ان هي باظت خالص اخر 8 سنين تمام بسبب ان دخل فيها سيادتك الامور الماديه تمام للاكاديميات، يعني معاك سيادتك 200 300 جنيه هتلعب كوره، معاكش عشان خلاص الأكاديمية مش هتخش. طب تمام انت دلوقتي في الطبقه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو لعيب الكوره بيبقى طالع من المناطق الشعبيه، تمام، ده حمل 100 جنيه او 200 جنيه خش اكاديميه. تمام طبعا انا بدور على راعي بقالي يعني سنتين ثلاثة عشان يرعى المنظومة دي. ايوه واتكلمت في برنامج مع حضرتك قلت لك تمام ان في دول من اعلى دول العالم رأس مالها الرياضة، كرة القدم، كرة القدم معتمدة، يعني البرازيل نمرة واحد معتمدة على البن وعلى لعب الكورة. تمام تمام. طبعا لما جه عندنا في برلمان جاي علينا مجلس الشعب، تمام تمام، فجت طبعا رجال اعمال كتير عايزين دعاية وعايزين وعايزين، فالاستاذ اللي هو رعى الامر الرياضي دوت تمام قعد معايا، فبقول له برنامج بتاع حضرتك ايه؟ فرد بكل شفافيه قال لي والله انا جاي اخدم الناس. استاذ عبد الدايم عمار، استاذ عبد الدايم عمار، عمار هو الراعي للاكاديميه فيها 800 لاعب، كويس وبيقول لي هل من مزيد. تمام، هو القائم الفعلي على قائم الفعل للمدربين وملعب وكور وطقومه. احنا بنوجه تمام؟ طبعا الشكر للاستاذ عبد الدايم عمار طبعا على هذا المجهود المميز والمتميز، طبعا افراز لاعبين جيدين، مواهب كثيره متواجدين زي ما قال الكابتن احمد، 800 لاعب في مختلف جميع الاعمار، من استلام ملابس رياضيه لملاعب جيده للتمرين عليها لادوات محترمه لمرتبات مدربين، كل دي حاجه كويسه، يعني بنوجه الشكر الخاص للاستاذ عبد الدايم عمار. الاستاذ عبد الدايم عمار هو صراحة استجاب حاجة معايا تمام. طبعا انا بس في جزئيه، اتفضل. لما جيت حضرتك كابتن بتكلم معايا قلت له ده برنامج انت انتخابي ايه؟ تمام. فرد قال لي والله انا البرنامج بتاعي كده كده. قلت له طب انت عندك استعداد اللي حضرتك تراعي الرياضه في في مينا البصل وكرموز ومحرم بيه؟ فقام رد قال لي لا انا الاستجابه كانت بقى سريعه، لما انا لسه بكلمك اهو، لما بقول له على الفكره ان اللاعب فقير ودي ثواب وكده، قال لي بص دي بعيد الانتخابات خالص، انا اعمل الموضوع ده بيني وبين ربنا. تمام، ابدا اعمل فيها كابتن وقول لي دراسه الجدوى بتاعتها ايه واشتغل. تمام تمام. بناء عليه على ارض الواقع عملنا، اسكندريه كلها بتشكر في استاذ عبد الدايم عمار، اسكندريه كلها بتقول ان الراجل دوت راجل محترم، راجل لبى طلبات ابنائنا استاذ عبد الدايم عمار. بنقول له كل التحيه وكل الشكر للاستاذ عبد الدايم عمار، واحنا بنوجه له الشكر بنوجه طبعا له كابتن الشكر. احمد. كابتن احمد، بالنسبه للمدربين المتواجدين حاليا في مدرسه او اكاديميه الموهوبين لكره القدم بالاسكندريه، والله بص يا كابتن احمد احنا عندنا عناصر ما شاء الله يعني ليها باع في مجال الرياضه. عندنا كابتن حجر مدير اكاديميات نادي الزمالك في الاكاديميه، تمام، عندنا كابتن جرواني لاعب حرس الحدود، تمام، حارس مدرب حراس مرمى، عندنا الكابتن عمرو عويضه، عندنا الكابتن ساسو لاعب الحرس، مدربين محترمين، عندنا بصراحة الكابتن جيدين. فطوطه، عندنا الكابتن خالد ديدي، الكابتن كريم ناصر، الكابتن احمد مصطفى، تمام، الكابتن جابر، اداريين الاستاذ علاء، ده مجموعه جميله جدا جدا جدا، احنا 800 لاعب، 800 لاعب فرحه وبهجه لاسكندريه كلها. تمام كويس. المكان الملعب فينا كابتن؟ الملعب عندنا في ملعبين، في عندنا ملعبين في منطقه ايه؟ مينا البصل؟ في مينا البصل، وفي ملعب في كرموز، كرموز وفي ملعب البصل، وفي ملعب في محرم بيه. تمام. بنمرن جميع الاعمار، طبعا 800 لاعب حضرتك ليك في مجال الرياضه تمام وفاهم يعني ايه 800 لاعب، يعني
عدد كتير جدا ملاعب وتوقيتات يعني معينه. جهاز مكون من 14 مدرب تمام على اعلى كفاءات المستوى، تدريب يبتعد تفكير الاطفال عن الاشياء اللي تضرهم وتضر المجتمع المحيط بيهم. والرياضه مفيده والرياضة طبعا. والرياضه طبعا مفيده طبعا. وطبعا هو الاستاذ عبد الدايم كل له كل التحيه والتقدير، عبد الدايم عمار قال لي ديت بعيد اي سياسه وبعيد اي انتخابات، انا بعمل بيني وبين ربنا. تمام. فله حق الشكر اللي احنا نشكره ونقول له يعني ربنا يعينك علينا، ونقول لاسكندريه كلها ونقول له مصر يا ريت يبقى فيه زي استاذ عبد الدايم عمار نماذج مشرفه. لا نماذج مشرفه. اه ايوه طبعا. لما انت حضرتك بتكفلني ب 800 لاعب يبقى انت بترفع عبء عن المواطن في القصه الرياضيه. تمام. يبقى انت سيادتك هتطلع ميسي وكريستيانو. احنا متوفر له ملعب ومتوفر له كوره ومتوفر له طقم ومتوفر له كل حاجه، مدربين وحاجات جميله جدا واتوبيسات بتطلع بيهم ماتشات. يعني هم كان النهارده عندهم ماتش في مركز شباب كرموز. تمام. مواليد فئه معينه طلع حوالي بتاع 300 لاعب من ال 800، وعندنا بكره تمرين من 6 ل 8 على 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 اربع ملاعب. تمام كده. تمام. اثنين في مينا البصل، واحد في كرموز، واحد في محرم بيه. وعندنا فاتحين برضو باب الاستقبال لاي ولي امر عنده ابنه لا يبتعد تفكيره تماما على اشياء اللي تضره وتضر المجتمع المحيط بيه. تمام. عندنا باب التقديم فاتح، استاذ عبد الدايم عمار بيقول يا جماعه انا فاتح لكم الموضوع ده، بتاجر بيني وبين ربنا، عايز العيل يطلع حتى لما يبقى لعيب كوره يفتكر استاذ عبد الدايم عمار. تمام. كابتن احمد، طبعا الكوادر واللاعبين المتميزين، هل في خطه مستقبليه للاعب المميز هيتم تسويقه لانديه الدوري؟ بالظبط كده يا فندم. احنا عندنا اهم حاجه بنعتمد عليها في مجال التدريب اهم حاجه الاخلاق. تمام. لان الاخلاق هتورث لعيب الكوره. تمام. هيطلع لعيب كوره لان هو اخلاق، فهيبدا يستجيب لحضرتك. تمام. انت بتقول له لا الكوره دي بتعمل كذا، انت بتلعب كذا، بتمشي بالكوره بوش رجلك كده، بتعمل كده، هو اخلاقه عاليه فبسيط فبيبدا يفهم معاك، سنه صغير فعنده الوعي انه يفهم. تمام. لكن انت حضرتك لو اخلاقه مش مظبوطه تمام هيبدا ايه اللي هو يبوظ المجموعه ويبوظ المجموعه المحيط بيه. تمام. كابتن احمد، طبعا حابب توجه الشكر الخاص لمين وعامه لمين برضه؟ يعني في ناس قريبه منك كده. والله بص هو ناس كتير جدا بس انا الحاج محمد عمار، الحاج الدق عمار. تمام. ده اخ كبير ليا فاضل. تمام. وطبعا راجل محترم جدا والناس كلها بتحبه، محبوب الجماهير فعلا بجد. وطبعا بوجه شكر طبعا الاهم يعني اللي مخلياني قاعد قدام منك بتكلم كده، ليها حق عليا اللي انا افضل خدام تحت مداس رجليها، الحاجه الوالده يعني ربنا يبارك في عمرها ويبارك في صحتها. وانا بقول لك ربنا يبارك في صحتك يا امي ويخليكي لينا ويخلي لهم رفايده ورفايده. ربنا يخليهم يا رب. الله يخليك. طبعا في ختام هذه الفقره الممتعه والمميزه مع الكابتن احمد عودة المدير الفني لاكاديميه الموهوبين بمدينه الاسكندريه والمشرف العام على نادي الزهراء الرياضي. طبعا هنطلع لتقرير من مدينه الاسكندريه ونشوف الحدث الكبير لأكاديميات الكابتن احمد عودة برعايه الاستاذ عبد الدايم عمار. هنطلع ونستقبل ضيوفنا الكرام في الفقره الثانيه، الكابتن السيد عطيه المدير الفني بنادي كفر الشيخ، ومعه اللاعبين الجيدين خالد فرج مواليد 2001 بنادي الزهراء الرياضي، واللاعب محمد ابو زيد مواليد 99 بنادي الزهراء الرياضي. طبعا معاك عبد الدايم عمار، هو احد المدعمين لهذا العمل الصرخ العظيم، العمل الرياضي. طبعا انا بشكر كل القائمين على العمل ده، خاصه الكباتن المحترمين كلهم جمعا، الاستاذ احمد، الاستاذ حجر، كل كباتن. مش عايز ازكي حد عن احد، احدا عن احد، ولكن انا شايف الفرحه في اولياء الامور، اولياء الامور، وانا شايفهم هم فعلا العمل ده عظيم ومبسوطين منه. يخلي عبد الدايم عمار واحد منهم يبقى في عطاء تاني وتالت طول على قدر ما يستطيع. وانا بقول لكل راجل محترم في ايده يقدم لاهل الدايره، او طبعا انا بقول لاهل الدايره على اساس انا ابن كفر عشري، ابن كفر عشري مينا البصل. والعمل ده لو كل واحد قام بيه على مستوى الجمهوريه تاكد ان هيبقى دور عظيم جدا، وخاصه الاطفال دي لما بتمارس العمل الرياضي
ده بيزدادوا فكر وتقدم، واكيد كل طفل بيتعلم من زميله وعايز يكون افضل واحسن من زميله رياضيا وعلميا، وكل يعني الفكر بيتقدم. وبتمنى ان كل اولياء الامور تساعد الكباتن القائمين على هذا العمل ان اولادنا تتحلى بالاخلاق الكويسه الحميده، لان الرياضه دي سمه يعني عظيمه جدا. لو كل ولي امر فكر بدل ما يسيب ابنه يكون في الشارع او كده ياخده ويوديه في مكان زي ده او عمل رياضي زي ده، تاكد ان الطفل هيطلع فكره محترم وهيبدا يقدم للمجتمع وللدولة كل ما هو جديد او كل ما هو فكريا احسن وافضل ان شاء الله. الحمد لله يعني، واحنا اكاديميه جميله، واحنا بنذكر الاستاذ عبد الدايم عمار. بحب اللي كله يفرح، حاجه جميله يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بشوف ربنا يجبره يا رب، ويجبرهم يا رب، هم اللي عملوا العيال وهم فرحوا العيال، ربنا يجبرهم، اللي بفرح العيال ربنا يفرحه. بصراحه احنا بنشكر الكباتن هنا في الاكاديميه، وبنشكر الاستاذ عبد الدايم عمار على المجهود اللي هو عمله، وربنا يوفقه من نجاح لنجاح. بشكرهم بجد يعني على الحاجه الحلوه اللي هم عاملينها لاولادنا، وربنا يكرمهم ان شاء الله بالخير. ففعل بجد يعني متشكرين متشكرين متشكرين. سلامي احمد فوازي، سعدنا يكون معانا الكابتن عمرو عويده وكتابيه الموهوبين النهارده. اهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اتكلمنا بقى عن نشاط الاكاديميه والفرحه الجميله اللي كانت موجوده في سياده النائب النهارده. والله احنا كلنا طبعا فرحانين بالاكاديميه، لان طبعا في دارت من البصل موهوبين ياما زي ما انت عارف واخد بالك، فاحنا لاكتشاف الموهوبين في دارت من البصل كلعيبه وموهوبين، وعايزين اي حصر للاعداد الكميات الكبيره من اللعيبه الموهوبين على دارت من البصل. فاحنا بنشكر طبعا سياده الاستاذ عبد الدايم عمار على الجهد الكبير اللي عامله معانا هنا في الاكاديميه، ويا رب تكون باذن الله فتحه خير لشباب من البصل والجيل اللي طالع، اللي طبعا احنا بنحب نقول لكل الاجيال اللي طالعه كله يبقى محمد صلاح مشرف افريقيا ومشرف الكره المصريه كلها باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من مواليد من البصل، وكنت ماسك نادي نجوم وتراس، وتم تصعيد الفرقه من الدرجه الرابعه للدرجه الثالثه، ولم يجد اي حد في الدايره يساندنا. ولما ربنا كرمني ومسكت اكاديميه الزمالك، احنا جينا ربنا كرمنا بالاستاذ عبد الدايم عمار، عرضنا عليه الفكره لانشاء موهوبين من البصل لتسويقهم للانديه الكبرى والحاجات دي، والراجل رحب بالفكره. واحنا كلنا مع الرياضه في مصر كلها، وربنا يكرمنا يبقى في نجم من نجوم ميلا البصل في الدوري. ورجعنا لكم تاني في الفقرة الثانية. طبعا شفنا طبعا تقرير من أكاديمية الموهوبين لكرة القدم بمدينة الأسكندرية، وبالأخص في دائرة ميناء البصل، حاجة مفرحة. وأولياء الأمور كفاية الدعوات كثيرة للأستاذ عبد الدايم عمار صراحة، يعني مش عايزين نتكلم عن حد، ولكن اللي احنا الواقع وشايفين ياريت نتمنى الاستمرارية قبل وبعد الانتخابات. طبعا مجهود مشرف ومجهود طيب طبعا. والأستاذ أحمد جمعة عباس بوجه الشكر برضو للأستاذ عبد الدايم عمار على هذا المجهود الوافر المجهود المميز. معظم أبناء دايرة ميناء البصر متواجدين، يعني حاجة كويسة، فرحة من أولياء الأمور وفرحة من اللاعبين، وكفاية دعوة أمنا يا رب يفرح اللي فرحنا. انضم إلينا في هذه الفقرة الكابتن سيد عطية، مدرب كرة قدم بمحافظة كفر الشيخ. أهلا وسهلا كابتن سيد. منورنا كابتن سيد بجد والله. ربنا يخليك. ومعي اللاعبين الجيدين المميزين من قطاع الناشئين بنادي الزرق، اللاعب محمد ابو زيد مواليد 99. اهلا وسهلا محمد. حبيبك اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام زي الفل. ومعانا اللاعب الجميل اللاعب خالد فرج محمد، لاعب نادي الزرق مواليد 2001. اهلا وسهلا خالد. حبيبك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله حبيبي. طبعا كابتن سيد عايز اتكلم عن سريعا كده، نقول مبروك للأهل والزمالك طبعا، تمام، عشان برضو ايه الحدث العظيم والصعود. ولكن الوزارة يعني خبر سريع جالنا
وزارة الصحة المغربية طبعا بتمنع منتخب أو فريقي المغرب الرجاء والوداد السفر قبل يوم 27 الشهر الجاري. طبعا في صعوبة ولكن مش لسه هنشوف الكاف هيصدر قراراته ازاي، لان كده هيبقى في تخبط. وزارة الصحة المغربية اللي بتعلن ممنوع سفر لاعبي الناديين الرجاء والوداد المغربين، عدم السفر للقاهرة الا بعد يوم 27 من الشهر الجاري، ولكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم له رأي اخر. كابتن طبعا في البداية كابتن سيد عايز اتكلم عن اللاعبين المميزين واكتشاف هؤلاء اللاعبين وتسويقهم للانديه لانديه الدوري الممتاز اذا كان الف او ب. والله اللاعب المميز تمام معروف. وبعدين اتحاد الكره النهارده عمل حاجه مش كويسه اللي هي قلل عدد تأييد اللعيب. مثلا كان السن مثلا 2007 و2008 و2009 كان قيد البراعم مفتوح، كانت مفتوحه. النهارده عملها قفل على الناس ديك. النهارده اللعيب 2007 و2008 و2009 بيروحوا اكاديميات تمام. نادي الاهلي مشى لعيبه، نادي الزمالك مشى لعيبه، المنصوره مشت لعيبه، الغزل المحله مشت لعيب. اللعيب بيجي له كبت تمام، لما يمشي من النادي بيروح يقعد في البيت ما عادش هيلعب كوره وصدمه ليه وهو صغير تمام. فانت حضرتك بس المستوى برضه كابتن سيد الولد يعني المستوى كويس، ما بيقعدش او ما ماشيش من النادي. مظبوط تمام مظبوط. بس ما جيش كمدرب اولي احمد اتفضل. الكره صناعه. النهارده في لعيبه بتنصنع، ما عادش المواهب قليله تمام. طيب معانا الكابتن هاني القراش طبعا مراسلنا من محافظة الشرقية. كابتن هاني مساء الخير. مساء الخير كابتن احمد وتحياتي للسادة الضيوف اللي عند حضرتك كلها. حبيبي كابتن هاني، بقول لك كابتن هاني بالنسبة لحال مجموعة الشرقية لأندية القسم الثالث ومن الذي صعد للقسم الثاني؟ بالنسبة لحضرتك لمجموعة الشرقية اسمها مجموعة الشرقية والمنوفية ومعاهم فرقة واحدة بس من محافظة الدقهلية اللي هي فرقة دقهدوس تمام. طبعا بالفعل انتهت النهاردة وأسدت الستار على هذه المجموعة، وتأكد طبعا صعود فريق سيرس الليان للدرجة الأعلى، إلا أن النهاردة حدثت مفاجآت يعني في نتيجة لقاء سيرس الليان أمام فريق فاووس تمام. يمكن هي الهزيمة الوحيدة لفريق سيرس الليان في المجموعة دي على مدار الموسم كله. يعني دي الهزيمة الوحيدة، وبالرغم من ذلك الهزيمة تم صعوده للممتاز به. هو تأهل من المباراتين بالضبط كده وتأكد صعوده، لكن المجموعة دي كانت مجموعة الغرائب والطلائف. حتى النهارده كان في نتيجة غريبة شوية لفريق الشرقية اللي كان بيلاقي فريق شباب أبو حماد، وانتهت المباراة بفوز فريق شباب أبو حماد اللي تأكد أيضا هبوطه النهارده هو فريق ميت خلف تمام. لكن بس في أقاويل كده إن في إلغاء للهبوط. مفيش هبوط يا كابتن السنة دي، حتى الآن مفيش حاجة رسمي يعني صراحة. الحمد لله احنا طبعا الحمد لله من شهر ونص أعلنا من خلال هذا البرنامج ان شاء الله ان هذا الموسم موسم استثنائي، موسم صعود فقط والغاء الهبوط في القسمين. شكرا جزيلا كابتن هاني القراش مراسلنا من محافظة الشرقية. كابتن سيد ما زلنا بنتكلم عن اللاعبين المميزين والموهوبين لانتقائهم لأندية الدوري الممتاز. كابتن احمد تفضل اسمح لي. تفضل. الدول الاوروبية الكرة عندهم حاجة، ايه هي؟ قاعدة عريضة طالعة بهراء. احنا على العكس، ما تقلل من 2005 لحد 99 تمام، اعمل قائمه الفريق الاول، الفريق الاول 30 يبقى 30. عندك خالد فرج ده لعيب كويس جدا جدا. انا اتفرجت عليه في غزل المحل، بس المدربين بيجي في محبة في حب في حب لعب وكره لعب ولكن لا. في جميع الأندية مش عايز نقول غزل المحلة عشان أنا ابن من ابن غزل المحلة. لا ده غزل المحلة ده على راسي من فوق. ده حاجة. وأنا بهني غزل المحلة على صعوده طبعا كلنا بنهني. وأنا ابن أحمد بيلعب في غزل المحلة 2006 وأحمد موجود أحمد السادة عطية الكابتن نادر العشري تمام، والكابتن جنيدي رئيس القطاع بسم الله ما شاء الله
كان من احسن اللعيبه في مصر. طيب اتكلم كده محمد ابو زيد بقى عن فريق 99 وانضمامك لنادي الزرقاء. لا والله يا كابتن الحمد لله يعني الكابتن رأفت نور الدين تعبان معانا في التمرين تمام. والكابتن اشرف بقدم لهم الشكر والاجتهاد والتعب اللي هم بيدوه لنا. عملنا الحمد لله ماتشين وديين ولسه برضو في تمرين وفي ماتشه برضو جايه تمام. فان شاء الله التوفيق ان شاء الله جاي ان شاء الله. قول لي خالد كده انت لعبت فين كابتن سيد؟ يعني ذكر غزل المحله لعبت كام سنه؟ كنت بلعب في الاول في غزل المحله قعدت يجي سنتين في غزل المحله وبعدين رحت حدائق الاهرام تمام لعبت فيها سنه وجيت نادي الزرقاء. يعني انت مركزك ايه بقى خالد؟ انا فيرو مهاجم. مهاجم كويس للفريق 2001 يبقى انت والبيلي كده. كابتن سيد برضو بنتكلم عن اللاعبين المميزين وغلق القوائم او تحديد القوائم لاتحاد مصر. مش ممكن يكون في دراسه في فايده مثلا للبراعم بدل ما بسجل 200 لاعب هيلعبوا دوري ازاي؟ ده الدوري سباعي للبراعم. كابتن بس كان مثلا اديك مثل بسيط جدا فضل. في سموحه كان في الف وب ودال وجي. في قاعده عريضه باجي تاني سنه اختار العناصر الكويسه بكل فرقه. ممكن لعيب في دال يبقى حاجه جامده في الف تاني سنه تمام. ما انا بقول لك الكره صناعه. فربنا يكرم. طب هي دي برضو ميزه برضو يا كابتن معلش الف وبه وجيم. طب ما انا اخلي فرق النادي اللي هم قائمه 35 لاعب مثلا ولو يكن الف تمام. اما البيه والجيم يبقى اكاديميه النادي خاصه بالاكاديميه لتعليم المميز يتم تصعيده. ده اللي حصل يا كابتن احمد السنه دي في كل كده؟ الانديه عملوا اكاديميات تمام. اكاديميات ولهم حق المشاركه مع الدكتور محمود سعد طبعا. فاتح باب الاتحاد على الصعيد لتقديم عن الاكاديميات الخاصه بالاتحاد. والواد بيشارك دوري اكاديميات مفيش مشاكل. قول لي كده خالد افضل مباراه لعبتها بقى في نادي غزل المحله تفتكر كده؟ افضل مباراه مباراه وهدفت فيها قصاد كفر الشيخ تمام. كان كنت حطيت فيها جون. كان على ارض كفر الشيخ تمام. كان مباراه جيده وعملت اداء كويس وكنا رجاله في الملعب تمام. وانت محمد بقى افضل مباراه لعبتها بقى مع انه نادي كابتن نادي مدينه نصر اللي كنت فيه السنه اللي فاتت مثلا؟ لا كان ماتش المصريه للاتصالات. كان مصر المصريه حرصت هدف؟ لا انا صنعت الجون بس. صنعت الهدف. انت لعيب مميز من اللعيبه الكويسين. كابتن سيد معلش عشان ضيق الوقت حابب تشكر مين على الهواء؟ والله انا اشكر المستشار مرتضى منصور تمام اللي عمل طفره في نادي الزمالك ما حصلتش تمام. انا كنت بخش نادي الزمالك ايام الاستاذ ممدوح عباس كنت بحس اللي هو مركز شباب بسم الله ما شاء الله. هو في انشاءات دلوقتي صراحه جيده يعني حقا للحق. ويعني حضرته راجل بيحب نادي الزمالك والاستاذ احمد مرتضى بيحب نادي الزمالك الانتماء بقى يعني. وحاجه جميله عاملها في نادي الزمالك. نادي الزمالك احنا ناسينه. انت زملكاوي يا كابتن سيد؟ انا زملكاوي وبحب النادي الاهلي. بتحب الاهلي؟ والله لان انت كده حاجه كبيره كويسه. فانا بشكر المستشار مرتضى منصور وبقول له الكلاب تعوي والقافله تسير. يلا ان شاء الله كده ونحن معاك ووراءك في كل شيء ان شاء الله. وحضرتك برضك انا محضر المفاجاه للمستشار مرتضى. ايه هي المفاجاه بقى على الهواء كده علينا؟ المفاجاه دي لازم هو شخصيا يعني شخصيا ان شاء الله مكتبه بقى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله قريب قوي يعني ان شاء الله. خالد بقى حابب اتوجه الشكر مين اللي واقف جنبك كده في الفتره اللي احب طبعا اوجه الشكر لابويا وامي واخواتي وقفوا معايا وساندوني اللي انا فيه دلوقتي وكابتن سيد عطيه طبعا اللي فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى تمام. وانت محمد حابب تقول انا الشكر. بقدم الشكر لوالدتي ووالدي تمام يعني وخالاتي يعني دايما في ظهري وعم يحيى حبيبي عم يحيى ماشي. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر الضيوف الكرام الكابتن سيد عطيه مدرب بمحافظه كفر الشيخ او مدير فني لنادي كفر الشيخ وكذلك اشكر اللاعب خالد فرج محمد مواليد 2001 لاعب نادي الزرقاء. شكرا خالد. وبحب اشكر طبعا اللاعب الجميل النجم محمد ابو زيد مواليد 99. حبيبي يا كابتن.
طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل في الفقره الاخيره فقره مواهب على الطريق نجمين كبيرين، نجمين مميزين من مرحله ال 99، اللاعب احمد حبيشي واللاعب احمد اسماعيل، نجوم نادي الزرقاء لمواليد 99. ورجعنا لكم تاني، وينضم الي في هذه الفقره نجمين كبيرين مميزين، لاعبين من مواليد 99 بقطاع نادي الزرقاء الرياضي، اللاعب احمد اسماعيل. اهلا وسهلا ابو احمد، عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله، الله يخليك. والنجم كبير، النجم المميز، اللاعب صراحه لعيب من المميزين الجيدين، اللاعب احمد حبيشي مواليد 99. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كابتن، مشرف دايما بوجود حضرتك. الله يخليك. طبعا في البدايه عايز اتكلم بقى عن فريق 99 والقوام الاساسي اللي هو تحت الفريق الاول. طموحاتكم بقى بالنسبه للفريق الاول، يتم تصعيدكم اذا كان احمد اسماعيل او احمد حبيشي. طبعا عايزين نتكلمهم عن احوال الفريق وطبعا مراكزكم في هذا الفريق. طبعا اول بلعب مركز مهاجم. تمام. الحمد لله يمكن الكابتن دايما في ظهرنا وبيدعمنا خطوه بخطوه، معنا على طول في ظهرنا، وان شاء الله بنتمنى النادي الزرقاء نوصل المكان اللي تليق بيه، وان شاء الله نضعف مكانته الحقيقيه ان شاء الله. احمد حبيشي طبعا انت كمركزك مساك صح؟ مساك. خلي بالك بتلعب في مركز غير المركز المساك. انا بجيت في الديفندر. كابتن مجدي صراحه بيشكر فيك بطريقه رهيبه، اللعيبه كويسه، عايزين نشوفه بقى في الماتشات ان شاء الله باذن الله القادمه باذن الله. لكن انت بتجيت في مركز المساك. المساك هذا المركز الاساسي. مركز افضل مباراه اللي انت لعبتها بقى. افضل المباريات اللي لعبتها كانت امبارح مباراه وديه مع نادي الزمالك. تمام. كانت في النادي وكانت مباراه كويسه جدا والحمد لله اداء عالي وشهدت جميع الكباتن. طب كويس، هنشوف الصور دلوقتي ان شاء الله باذن الله. طبعا ما ننسوش مهرجان نادي اسمنت حلوان بقياده الكابتن باسم لاسيف، طبعا ان شاء الله يوم الجمعه القادم باذن الله، وتكريم اللاعبين المنتقلين، اللاعبين البرامع المنتقلين لانديه اخرى منها نادي الزرقاء وكذا نادي، وطبعا معه الكابتن محمود حسن، وان شاء الله باذن الله يكون مهرجان مميز باذن الله. بالنسبه لصور دول طبعا الكابتن اسامه والكابتن اسامه الشامي والكابتن محمد عطيه، طبعا مدربين محترمين افرزوا لنا بعض اللاعبين الجيدين لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا ده اللاعب ابراهيم الصياد من اللاعبين المميزين مواليد 2001، وده اللاعب الجميل احمد شادي عطيه مواليد 2007، من اللاعبين المميزين. طبعا ده النجم الكبير كابتن علي غازي المدير الفني السابق بنادي انبي ونادي الانتاج الحربي، وتم تعيينه مديرا فنيا لفريق 2001 بنادي الزرقاء الرياضي الكابتن علي غازي. طبعا ده فريق 2001 بنادي الزرقاء الرياضي، فريق محترم، فريق جيد يمتاز ببعض اللاعبين الجيدين. اللاعب الجميل محمد سيد مع الكابتن احمد الدار مدير القطاع. ده الكابتن علي غازي المدير الفني لفريق 2001 بنادي الزرقاء الرياضي. اللاعب ابراهيم حامد مواليد 2006 حدوده قرويه، لاعب موهوب جدا جدا، يلعب بكلتا القدمين ومراوغ جيد جدا، لعيب حاول بجد، حاجه كويسه وحاجه مفرحه اللاعب ابراهيم حامد. طبعا اللاعب النجم احمد حبيشي طبعا من اللعيبه المميزين مواليد 99 ويلعب في خط الدفاع ويلعب سيرد باك. اللاعب المميز اللاعب الجيد صابر حمدان الطحاوي مواليد 2009، من اللاعبين المميزين واضافه جيده للقطاع. احمد برضو حبيشي مواليد 99 في نادي الاتحاد السكندري في مباراته طبعا مع ناديه ضد نادي الاتحاد السكندري المباراه الوديه. ماشي. اللاعب الجميل اللاعب الصغير اللاعب المميز عبد عثمان عبد الرسول مواليد 2006، لاعبين من اللاعب الموهوبين مع الكابتن اسامه الشامي والكابتن محمد عطيه اثناء توقيعه لنادي وانضمامه لنادي الزرقاء الرياضي.
الكابتن علي غازي برضو من اللعيبه من المدربين المحترمين المدربين الجيدين طبعا مرن في اكثر من نادي ومعه الكابتن سيد عبد الحليم الكابتن سعيد عبد الحليم من المدربين المميزين الموجودين في القطاع. احمد حبيشي كلمني عن طبعا في جو الفريق المعسكر اللي تم لنادي زي 99 بدايه التدريبات وبدايه المباريات الوديه ان شاء الله باذن الله وطبعا ايه رايك في الفريق والمدرب والوضع الموجود حاليا؟ هو الحمد لله كابتن احمد الكابتن رأفت والكابتن اشرف شغالين بشكل كويس معانا كان في معسكر الفريق تمام دلوقتي في مقر النادي في القاهره وماتشات وديه شغاله والاستعداد على اعلى مستوى لمباراه الدوري باذن الله ان شاء الله. طموحاتك يا احمد في الفتره المقبله ان شاء الله واخد نادي الزمالك كمحطه رئيسيه طموحاتك في الفتره المقبله ايه بقى ان شاء الله؟ اكيد طبعا محطه باذن الله وان شاء الله صعود الفريق الاول تكون العمليه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله متيسره وباذن الله دلوقتي الاولويه بالنسبه لي للسفر باذن الله يعني المحطه الاولانيه الصعود للفريق الاول والمشاركه معاه وبعد كده السفر للخارج باذن الله ان شاء الله. برضو احمد اسماعيل برضو تطلعاتك في الفتره المقبله ان شاء الله؟ ان شاء الله اولا نوصل نادي الزرع المكان اللي تليق بيه وان شاء الله نوصل مع الفريق الاول ونصعد مع الفريق الاول ونوصل نادي الزرع المكان اللي تليق بيه ونصل الحمد لله ماشيين معانا بشكل كويس وبعد كده ان شاء الله الانتقال للنادي الاهلي تمام وبعد كده منتخب مصر اهلاوي مبروك للاهلي الفوز على المغرب الله يبارك فيك بس وانت احمد ايه اهلاوي برضه طبعا انا زملكاوي مبروك لنا كلنا مبروك طبعا لنا كلنا لان الاهلي والزمالك طبعا فريقين كبيرين احد ممثلي مصر وان شاء الله باذن الله يكون الكاس خالص باذن الله للزمالك ان شاء الله لا لا للاحق ولا للاحق ان شاء الله ان شاء الله الحق طبعا هو الاقدر دام دخل مصر خلاص مش مهم مين ياخده الزمالك ياخده الزمالك ياخده مفيش مشاكل مش مشكله الاهلي حاضر طبعا عايزين نتكلم برضه يا احمد عن الدوري ان شاء الله باذن الله كده الاستعداد للدوري الفريق قوامه اكتمل الوقوف على بعض مستوى اللاعبين زمايلك يعني الاستعداد للدوري ان شاء الله باذن الله ازاي؟ وطبعا في الفترة اللي فاتت دي ظهر الناس المميزة والقوام الأساسي ابتدى يظهر تمام وابتدى الشغل مع الكابتن رأفت على النقط نقط فنية بحيث بقى الشغل اللي هو تثبيت التشكيل والوقوف على مستوى اللاعبين المميزين بالظبط تمام بالزبط. أحمد إسماعيل برضو يعني كلمني عن وضع الفريق مواليد 99 والتشكيل الاساسي للفريق واكتملت القائمه زي ما بيقول احمد حبيشي الحمد لله كان الفريق ماشي بشكل كويس جدا كابتن رأفت والكابتن اشرف بيتابعوا معانا واكيد شايفين اللعيبه اللي هي تستحق انها تكون موجوده في التشكيله الاساسيه وان شاء الله اللعيبه كلها تستحق انها تكون موجوده وكله يعني بينافس ان شاء الله انه يكون في القائمه الاساسيه وسواء في القائمه الاساسيه او في الاحتياطي كلنا واحد اكيد طبعا ان شاء الله طبعا احنا طبعا بننوه طبعا الاتحاد المصري لكره القدم على وشك ان شاء الله باذن الله ارسال الفاكسات الرسميه للمناطق طبعا عدم هبوط اي فريق خلاص الغاء الهبوط هذا الموسم ويعتبر موسم استثنائي صعود فقط زي ما كتبنا على صفحتنا الشخصيه وزي ما قلنا في البرنامج من قرابه الشهر الغاء الهبوط في القسمين الثاني والثالث طبعا ولكن الموسم الجديد يا ريت الاتحاد المصري لكرة القدم يبدأ يحط لوائح ويمشي عليها لنهاية الموسم ولكن احنا بنعذره هذا الموسم للظروف اللي كانت فيها تمر فيها البلاد وبالأخص بلدان العالم ولكن الموسم ان شاء الله يكون موسم طيب هذا الموسم وبداية مبشرة بإذن الله لجميع الأندية وطبعا بنهنئ الانديه الصاعده من القسم الثالث للقسم الثاني وكل التوفيق باذن الله لهؤلاء الانديه. احمد حبيشي حابب بقى توجه الشكر الخاص لمين بقى اللي واقف جنبك وبيساعدك وبيدعمك. طبعا حابب اوجه الشكر لوالدي رقم واحد واسرتي وبيت العيله البيت الكبير وطبعا لجدي. استاذ مصعب صراحه قايم معاك بالواجب. العيله يعني طبعاً حبيبي. طبعاً. ما
ربنا يوفقك ربنا يطول بعمر رب ويشوف ان شاء الله الواحد حاجه تشرف يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك يا رب. احمد اسماعيل طبعا حابب توجه الشكر لمين بقى؟ اكيد طبعا اولا لوالدي ووالدتي واخواتي وعيلتي كلها وخالتي طبعا دول اولا اول ناس بيبقوا واقفين في ظهري بيدعموني بشكل مستمر. وطبعا كابتن عز راجل طبعا ربنا يرحمه يمكن لولا وجوده جنبه ودعم ليا وانا كنت في اكاديميه كرواتيا ما كنت زمان وصلت للمكان اللي انا وصلتها حالا. تمام. يمكن كابتن محمد عبد الجليل كابتن محمد عبد الغني كابتن محمد غني من الناس المحترمه افضل لاعبين كويسين انا الناس اللي اتعاملت معاهم شخصيات محترمه جدا جدا على المستوى الاخلاقي والمستوى الرياضي. وطبعا كابتن احمد عز رجال مدير فني طبعا اكاديميه كرواتيا من المنصوره في المنصور. طبعا ما ننساش طبعا توجيه الشكر لهؤلاء المدربين اللي افرزوا اللعيبه الجيدين المميزين في قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي. الحمد لله القطاع بيمشي في خطوة ثابتة، تدريبات في ملعب الساحل بمدينة القاهرة، وطبعا إن شاء الله بإذن الله في انتظار الدوري بإذن الله والاستعداد لبدء فعاليات الدوري بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله يكون موسم طيب على قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي. في ختام هذه الفقرة بحب أشكر ضيوفي الكرام اللاعبين الجيدين المميزين اللاعب أحمد إسماعيل مواليد 99 بقطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي. شكرا جزيلا حضرتك أنا تشرفت بوجودك مع حضرتك وشرف لي أن أكون موجود معك حبيبي حضرتك أنا حسن. وبحب أشكر اللاعب الجميل اللاعب الجيد المميز اللاعب أحمد حبيشي مواليد 99 بنادي الزرق الرياضي. تسلم يا كابتن احمد الله يخليك تشرف بوجودك الله يسلمك. طبعا ان شاء الله باذن الله انتظرونا كل يوم ثلاثاء في تمام الساعه 11 مساء وان شاء الله باذن الله برنامج في ثوبه الجديد لبدء المسابقات جميع المسابقات الدوري الممتاز والدوري الممتاز به والقسمين الثالث والرابع وايضا لا ننسى قطاعات الناشئين سنغطي جميع التقارير وجميع المسابقات باذن الله في برنامج ملاعب بلدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.